hier in Casablanca, dass das korrekt und fair ablaufen wird, dass wir nach FIFA-Regeln spielen werden. Ich denke, dass wir uns gut vorbereitet haben und dass die Spiele bereit sind und dass sie sich freuen auch auf dieses Spiel. Tolles Stadion, tolle Atmosphäre. Und ich glaube, das ist das, was den Fußball ausmacht. Und das soll dann so sein, dass der Bessere gewinnen soll. في البداية أعبر عن سعادتي بالمشاركة في النهائي وسعيد بهذه المباراة. أتمنى أن المباراة تكون في أجواء كوريكت صحيحة وعادلة وطبعا لقواعد الفيفا في كرة القدم وفي التحكيم، وأن التحكيم يكون عادل. أعتقد أن احنا إن شاء الله مستعدين للمباراة بشكل جيد جدا. اللاعبين تم تحضيرهم للمباراة بشكل جيد، هما كمان اللعيبة سعداء بالمباراة، سعداء بالأجواء، بالملعب الممتلئ بالجماهير، بأجواء الجماهير الرائعة. كل دي من أجل الجماهير تلعب كرة القدم، ومن أجل هذه الأجواء تلعب كرة القدم، وبالتالي كلنا سعداء بهذه المباراة ومستعدين لها استعداد جيد إن شاء الله. Ja, also ich möchte mal sagen, dass wir das erste Spiel haben wir 2-1 gewonnen. Das heißt, sie haben zwar ein Tor geschossen, aber wir sind immer noch in Führung. انا عايز اقول في البدايه ان احنا الماتش الاولاني احنا فزنا، وانا باكد تاني احنا اللي فزنا 2-1، احنا الفايزين وبالتالي احنا اللي عندنا الافضليه. Und es hat auch nicht das ganze Spiel auf den Kopf gedreht, weil wir ja immer noch führen. والهدف ده ما قلبش المباراه ولا غير اي حاجه، لان احنا اللي كسبانين، ما زلنا احنا اللي فايزين. Und meine Spieler haben, oder unsere Spieler haben schon x Spiele vor 60, 70.000 frenetischen Fans gefeiert und gespielt. واحنا لعبتنا عن لعبت قدام 60,000 واكتر من 60,000، ولعبت قدام عدد كبير من الجماهير من مختلف الانديه والدول كتير، وعندهم الخبرات التعامل مع المواقف زي دي. Und all die Zuschauer, die außen rum sind, die werden ja nicht mitspielen. Die werden zwar schreien und tun, aber entscheidend ist, dass unsere Spieler das spielen, was wir ihnen vorgeben. Und das ist Fußball. Und dann werden wir sehen, wie dann das Spiel ausgeht. والجماهير في المدرجات، انا وده لعيبه عارفاه كويس واحنا عارفينه كويس، ما بتنزلش تلعب على ارض الملعب، هي قاعده بره، ممكن صوتها يبقى عالي بس شويه، لكن هي ملهاش اي تاثير على كره القدم. كره القدم في ارض الملعب فقط في المستطيل الاخضر، واحنا عارفين ان احنا ان شاء الله متحضرين ان احنا نتعامل مع الموقف ده، ولعيبتنا قادره انها تتعامل مع الموقف ده، فما عندناش مشكله بخصوص الجمهور. بالعكس، ده بالنسبه لنا اجواء جميله. طبعا احنا بنبقى سعداء طبعا لما نبقى موجودين هنا بدولة المغرب، طبعا بنبقى مبسوطين واحنا بنلعب هنا. انا قلت قبل كده الكلام ده، واحنا دلوقتي في نهائي افريقيا. طبعا احنا عارفين المباراة مباراة قوية ومباراة صعبة جدا. احنا كان عندنا ماتشين، الماتش الاولاني خلص في مصر، خلاص احنا نسينا المباراة الاولانية، ودلوقتي بنفكر في المباراة التانية. وان شاء الله زي ما الكوتش قال، احنا حضرنا بشكل كويس جدا للمباراة، وإن شاء الله يبقى التوفيق معانا بكرة إن شاء الله، ونرجع بالكأس إن شاء الله للقاهرة. أكيد طبعا إحنا بنفكر في ماتش بكرة، ما بنفكرش في الماتش اللي فات. إحنا خلاص الماتش ده كان ماضي، إحنا دلوقتي بنفكر في بكرة. اللعيبة كلها يعني بقى لنا فترة كبيرة الحمد لله بنلعب، لعبنا كتير في المغرب، ولعبنا لسه لاعبين من شهرين هنا في المغرب برضو. بالنسبة لنا اللعيبة كلها اتحطت في الموقف ده، وهي عارفة يعني ايه اللعب في المغرب وسط الجمهور الجميل اللي احنا بنلعب فيه، بنكون مستمتعين اللي احنا بنلعب في الجمهور، بين الوداد بين الرجاء بين اي حد، احنا بنكون مستمتعين. حتى في ارضنا برضه بنلعب في وسط جمهورنا بنكون مستمتعين. اهم حاجة في الاول وفي الاخر نطلع نعمل مباراة قوية، مباراة تبقى مستمتعة للجماهير، وتبقى زي الكوتش ما قال تبقى مباراة مميزة للكورة. دي أهم حاجة، اللعيبة مستعدين بشكل كويس، وهم عارفين يعني إيه أهمية المباراة، وإحنا بالنسبة لنا عارفين قيمة المباراة. إحنا بنلعب نهائي أفريقيا، طبعا الماتش أو ماتشين ده بالنسبة لنا، إحنا بقالنا فترة كبيرة بنلعب ماتشين بس، هي نسختين بس اللي لعبنا مباراة واحدة. طبعا بالنسبة لنا اللعيبة فاهمة الكلام ده، وإحنا بنتكلم معاهم وعارفين قيمة المباراة، وإحنا خلاص خلصنا الشوط الأولاني، وإن شاء الله بكرة ربنا يوفقنا ونرجع بالكأس إن شاء الله.